وصلنا لفقرة كتير حلوة وروائحها كتير حلوة عم تفحفح من الصابون. رح نحكي أكتر عن الأشكال والموديلات يلي فينا نعملها بالصابون وناخد أفكار جديدة من صبية هي شطورة بالهاند ميد وأيضا بالكروشيات الحلوة. بدي أقول صباح الخير لأمل رواس، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباحك، أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية أول شيء بدي أتشكرك على الروائح الحلوة اللي موجودة معك وصابونات المميزة، كل قطعة بتختلف عن الثانية وبقصص كتير حلوة. خلينا نحكي عن صناعة الصابون، كيف بلشتي فيه وشو هي الفكرة وشو هي المواد المستخدمة بصناعة الصابون؟ هلا الفكره بلشت انه كان بدي اهدي رفقاتي شغلات معينه ومحدده هن بحبوه وما لقيتهم بالسوق، كثير دورت وما كنت لاقي انه شيء هن بحبوه وبنفس الوقت انه يكون نفس الفكره. فاضطريت اني ادور على السوق على شيء انا اعمل لون اياه وهن يكونوا بحبوه. هيك بلشت الفكره. انا بجيب الصابون خام وبدوبه بقوالب بصبهم كأف كأشكال، يعني ممكن مسبحه، ممكن على شكل صبار، ممكن اسماء. وهيك ساعتها بحط بس اللون والعطر وبصبهم فيها. خلينا نحكي سوري خلينا سوري. نحكي عن انواع الصوابين. بيقولوا انه لبعدين بتخف ريحتها، اذا بدك تصمديها او اذا بدك تحطيها بين الثياب بتروح ريحتها او بتخف، او لبعدين ممكن تدوب. في هيك شيء صار؟ هلا احتمال اذا مو محطوط المواد كثير جيده ايه بدها تخف او تقل حجمها حتى. عم نحكي عن هدول الاشكال بالذات. تمام. هلا ممكن انه يصغر حجم الصباره او ممكن يصغر حجم الكف اذا كان نوع الصابون مو جيد. هو في انواع صابون خام ابيض وفي الشفاف هو الجلسترين. الجلسترين هو هذا اللي بيبين الشكل من جوا. فينا نحملها بايدنا اذا بتريدي؟ هاي هي، فينا بس نوجهها على الكاميرا. هيك بتكون شفافة. وفي الأبيض الخام اللي هو هاد. تمام. حلوين كتير حلو. بس الشيء اللي كتير مميز أنا حبيت اسمي سمر، بس ممكن تعطيني إياه؟ تفضل. ايه فبدي اقول لك شكرا. بدي اقول لك شكرا كثير على صابونة سمر، كتير حلوة وريحتها حلوة عم تقول. يعني هو بس الديزاين الأحرف الريحة كمان. شكرا لك انك ذكرتيني بهالكادو الحلوة كتير. خلينا نحكي عن اسم سمر، خلينا نحكي كيف صنعتي الصابونة، شو هي المواد المستخدمة فيه؟ هلا جبت الصابون الخام ودوبته، ضفت له اولا العطر، فيكم تضيفوه هو سخن او بارد، وضفت اللون عليه هون وصبيتهم بقوالب لأحرف. تمام. قديش بتاخذ منك وقت تحضير؟ هلا بالبدايه كان تاخذ مني كثير وقت. تمام. كنت لسه جديده وما بعرف شلون بتاخذ فكره اذا كان على البارد ولا السخن. هلا ما بتاخذ كثير وقت، يعني اذا عمليه تدويب لنعتبر ومع العطر بده نص ساعه، وبتتركيهم لينشفوا قريب الساعه. تمام. خلينا نفوت يعني بعد عالم الصابون. تمام. نفوت بالكروشيه ونحكي عن صناعه الكروشيه. يمكن هي شوي صعبة لأن أنا نماذج للأولاد خاصة هلا على الشتوية. تمام. في هدول بدفوا هلا كثير حلوين للأولاد كمان. يمكن ستاتنا من زمان كانوا يشتغلوهم، فصبية بعمرك كيف حبيتي هي الفكرة وكيف عم هيك عم تخترعي شغلات وتفوتي ألوان جديدة؟ نرجع من أول وجديد نلبس قصص الكروشيه. أنا كتير بحب الشغل الإيد، وشنو بتكون كبوبة وخيط وبتصير شيء معين بتقدري إنك تلبسيه أو إنك تستعمليه. بحب كتير إني أدخل ألوان. كتير حلو كتير. تفضلي. وبحب إني يعني هو بالبداية تعلمت، يعني أنا أساسا ما دارسة فنون، دارسة محاسبة. تماما. وما بشتغل فيهم بس كتير بحبهم. قديش لك عم تشتغلي فيهم؟ قريب 6 سنين. خلينا نحكي عن الشناطر كمان الموجودة. تمام. سبب اختيارك لهالألوان كمان؟ بحب إنه يكون حسب الموضة، يعني كمان. تمام. إذا كان فصل خريف يكون ألوان قريبة من الزيتي والبني. أكيد. وإذا كان ربيع يكون ألوان زهر وسماوي، يكون يعني ألوان اليوم لطيفة. شناطي ألوان كتير شتوية. الزيتي الزيتي كتير بوردو كتير حلوة كمان. قديش بياخد منك وقت صناعة الشناطي؟
هلا قريب الاسبوع اذا بدي اتقنها تماما، يعني كمان حسب حجمها، ايام تمام. من 3 ايام للاسبوع. هلا انا اذا اجيت لعندك قلت لك انا ببالي في عندي شنطه معينه حابه هيك تكون، كله بيصير يعني كله بيصير، وبيتلفت. يعني ممكن تمام. مثلا هلا دارج مثلا بالاحرف العربيه الكتابه على الاسامي ممكن يمشي حال هي القصه كمان وتزبط الشنطه. كله تمام. بيزبط. تمام. امال يعني بوقتنا الحالي صار اي حدا عنده موهبه ما بقى في داعي كثير يفتح محل ويتكلف، فيه يعمل تسويق لحاله على السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا هي سلاح ذو حدين، احيانا بتأذي واحيانا كثير بتفيد، فمثل هيك منتجات قد ايه مهم انك انت تعرضيها تسوقي لحالك اكثر وحتى تبيعي اونلاين على مواقع التواصل الاجتماعي. صح، والفكرة انه بيجوا بيقولوا لك انه شفنا ارخص، شفنا بالسوق اقل، بس الفكرة انه هن ما بستخدم مواد قليلة، لو السعر بكلفني كثير وبيعها بغالي ما بيعها بارخص مشان ما يكون مستخدم مواد قليلة. تمام. او نوعية مو جيدة، يعني حتى الصوف بعد فترة بيتعب، فبستخدم نوع جيد مشان يضاين اكثر فترة. ممكن اكيد شايفه انا هون شيء للبيبيات كمان بالصابون. تمام. خلينا نحكي كمان عنهم، عن قطعه قطعه وشو هي المناسبات اللي ممكن الواحد يستخدمها. هلا في للولادات سوفينيرات. تماما للبيبي، وفي ممكن هدايا بين الرفقات احرف واسماء، ممكن يكون في مسابح لرمضان واشكال كثير. ممكن تنفيذ اي فكره، فينا نطالع مسبحه ونشرح عنها بشكل اكبر ونشوف مصنوعه كمان. هلا هي بس مصنوعة من الصابون، ما دخلها شيء تاني غير تمام. اللون والعطر. تمام. وهي عشان تطلع شكلها مسبحة. تماما. وبتتعلق، ممكن انه تستخدم يعني مو بس للتعليق هي. تمام. أمال يعني خلينا نحكي حتى نشجع الصبايا اللي عندهم موهبة، قديش صار لك انت بتشتغلي بالصابون وبالكروشيه ومين علمك؟ كيف بلشتي اولى خطواتك؟ يعني كل حدا هيك كنا نقعد نحن صغار عند التيتا نشوف كيف عم تعمل الكروشيه، بس انه بس تكبري بعدين بتقولي خلص لا ما لي خلق، او بعد فتره بترجعي تحبي تتعلمي. انت كيف تعلمتي وكيف طورتي حالك؟ هلا الصوف صار لي تقريبا 6 سنين، بس الصابون صار لي سنه. هلا الصوف انا بحب كثير اني اساوي شيء بايدي، بس يخلص انه انا تعبت فيه، يعني حتى هلا داخله بموضوع انه اتعلم ازياء والتصميم عشان الاقي شيء يلبق لي ولثيابي. هو مشان كيف تعلمت كله على اليوتيوب، يعني الشغله كثير سهله ومو صعبه ابدا انه حدا يعني مثل هي شايفين قطبه عريضه. تمام. شو هي كيف تعمليها؟ هلا هي بتدخلي السناره، يعني كله هاند ميد ما في شيء، كله ابدا، لا ما في مكنات او شيء ابدا، لا هي بس بدال ما تدخلي القطبه مره بتدخليها 3 مرات بتطلع عريضه. يعني كله على اليوتيوب يتعلمون كثير شغله سهله ما لها صعبه ابدا. بس كل واحد بتشتغلي لحالك؟ لحالك يعني كل قطعه انت بتنفذيها وبتصمميها لحالك، تجي فكره على بالك وبتنفذيها فورا. خلينا نحكي كيف اقبال الصبايا سواء على الصابون ولا الكروشيه، كيف اقبالهم على بضاعتك بما انه في اكيد منافسه بمجال عملك؟ خلينا نحكي شو اللي بيميز امل اليوم عن غيرها. هلا اللي بيميز انه بس حاول قد ما كان اني الاقي شيء ممكن انه يضل يناسب كل الاذواق، يكون شيء ما محدد بس للصغار، لا يناسب كل الاعمار، ويكون الجوده منيحه لحتى الاقي انه في نتيجه حلوه وما حدا يشتكي منهم. يعني احيانا بضل بس اسبوعين عم ضل بالسوق عم دور على الوان الصوف تناسب كلهم مثل بعضهم. تمام. بالدرجات الالوان. هلا البضاعه كمان او المواد الاوليه كمان كثير صعب انك تلاقي. لا ابدا، لأنه بضل بدور لحتى الاقي اللي انا رضيانه عنه يكون كثير منيح. حتى شايفه شيء جديد كمان في برتكلي كمان هي. تمام. من الكروشيه، خلينا نحكي عنه. هلا هي هيك دونتس. تمام. دونتس. هي هيك برتكلي ممكن تنحط على الشنطه وممكن تنحط على المفاتيح، وهي فكره جديده وانه تقليد عن الشغلات العاديه اللي بتكون محطوطه. تمام. امل قبل ما نختم يعني خلينا نحكي عن كمان اللفحه او اللحشه اللي هلا الصوفية كمان. أوه. كمان فيهم يطلبوا منك الصبايا عدة موديلات وعدة ألوان. بأي للشتوية بأي لون؟ لأنه صح
بأي لون ممكن تنفذ وأي موديل، يعني لو هي بعثت لي صورة معينة بدها إياها أكيد بتصير. تمام. هلا بالختام خلينا نحكي نصيحة لكل الصبايا يلي عندهم هواية مثلك واللي عندهم إبداع، شو ممكن توجهي لهم؟ شو أول خطوة ممكن يبلشوا فيها ليقدروا يتميزوا مثلك وتكون قطعهم عن جد منافسة لقطع كتير تانية وتكون لهم بصمة بعالم الكروشيه والصابون برأيك؟ الفكرة انه ابدا ما يترددوا، يعني ما يأجلوا ويماطلوا، لازم يحاولوا. لو على اليوتيوب ما في داعي يطلعوا برا البيت لحتى يتعلموا ويجربوا، ممكن يصير اي شيء ببالهم، بس المهم انه يكون هن عندهم قدرة وانه بال طويل انه يشتغلوا فيها. تمام. نحن كثير بدنا نشكرك وكثير انبسطنا بالقصص الحلوة اللي عم تشتغليها. شكرا لك. موفقة ان شاء الله، بنشوفك بعالم الموضة والازياء. شكرا رح تكوني فايتة فيها. يلا ان شاء الله بنشوفك بالعالمية. شكرا كثير لك يا امل. شكرا كثير يا امل، واكيد بدي ارجع اشكرك على اسمي لكل يلي حابب عن جد يكون اسمه هيك بطريقة مميزة وبالصابون. روحوا عند أمل، عن جد قطعة كتير حلوة ومميزة. بتشكرك وبتشكر صباحك لليوم، بنشوفك أكيد بحلقات قادمة. شكرا لك. شكرا لك.